بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان حذف المبتدأ أو الخبر جوازا. أولا هنبدأ بحذف المبتدأ جوازا. بنقول إن المبتدأ بيتحذف جوازا لو كان معلوم من سياق الكلام، زي ما يكون مثلا المبتدأ إجابة عن سؤال، فأقول لك أين أبوك فترد علي وتقول لي في المنزل، وأصل الجملة أبي في المنزل، فهنا شبه الجملة في المنزل جه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره أبي. ونفس الكلام بالنسبة لحذف الخبر جوازا، أيضا يحذف الخبر جوازا لما يكون مفهوم من سياق الكلام، وأيضا لما يكون الخبر إجابة عن سؤال، فأقول لك من بطل السلام فتقول لي السادات، وهنا أصل الجملة السادات بطل السلام، فالسادات هنا مبتدأ لخبر محذوف جوازا تقديره بطل. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.